أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعم، بالنسبة للبداية ديالي مع القرآن كانت في سن صغير بزاف، لأن سن وأنا طفلة عندي 8 سنين في عمري. كانت في الأول طبعا ما كانش أنهم رغموني على أنني نمشي في طريقة القرآن أو أنني نحفظ القرآن، وإنما كان الحب ديالي للوالدة ديالي أكبر لدرجة أنه لا تخليني شنو ممكن ندير باش أنني نبقى ديما المفضلة عند ماما الله يرحمها وتفتخر بيا، وباش أنني نكون هذاك الجانب ديال الراحة ديالها والسعادة ديالها في حياتها. خاصة أن راك عارفة كتعرفي أن الوالدين كيتعبوا، خاصة الأم في التربية ديالنا وباش أنهم يشوفونا بخير. فالأم ديالي كانت يعني غادة في الطريق ديال مجالس الذكر، وكانت كتغسل الأموات، وكانت كدير دروس بزاف، وكانت معروفة جدا في الحومه ديالنا. اللي عنده شي مشكل، اللي عنده شي جنازه شي عرس، كيعيط لام ساره. فكانت دائما الاخت ديالي هي اللي كتمشي كتفتتح لهم وداك الشيء. فلدرجه ان الوالده ولاو كيعيطوا لام ساره، فبديت كنغير يا ما والداش غير ساره والده هاجر. ففي الاول كنت كنبغي غير نقلدها باش زعما ثاني يكون عندي واحد الحظوظ في الحياه ديال الوالده، وانني ثاني نبقى نمشي معاها. والحمد لله من بعد كانت اختي تزوجات، دونك خوات لي الساحه. فمنين كانوا كيحتاجوا شكون اللي يقرا كنت كان ديما تنفرض راسي، كنقول لهم انا نقرا صغيره 8 سنين 9 سنين نقرا انا. فلما شفت الوالده داك الاهتمام ديالي وداك الصوت بان عندي صوت حسن وانني باغا، حاولت انها تمشي معايا في الطريق. فادتني دار القران الحاج البشير في تماره، كنت كنمشي تما ولكن مره واحده في الاسبوع، لان كنت كنقرا في المدرسه كنحاول انني في ذاك الاسبوع نجيب ذاك الشيء كاع اللي كان خصني نحفظ. كنت كنحفظ تقريبا حزب في الاسبوع، وكنت دائما لما كنمشي انت عارفه ان الوليدات الصغار كيبغيو يمشيو يلعبوا. فكنا كنقراو حنا في الجامع، لان النساء الكبار والرجال الكبار كانوا كيقراو هما في وسط المدرسه وحنا كنقراو في الجامع. فاغلبيه الوليدات كانوا كيلعبوا، انا لا، كنت كنبغي نقرا وكنبغي كنمشي نيت عند الاستاذ ديالي كنقول له عافاك اقرا معايا هذه وكيفاش نقرا هذه وعلمني هذه، باش انني ما تضيعش لي داك الوقيته وباش انني فعلا نوصل في هذا المجال. فكما قلت لك في الاول كان فقط من اجل ارضاء الوالده. وطبعا الفرحات تعرفي لما كتشارك في مسابقات يعطوك الجائزه وفيها فلوس، زعما راني جبت هاد الفلوس وكذا. لكن من بعد ما بقاش هذا هو الهم ديالي، وانما لما شفت ذاك الحب الناس وانني بديت كنقري وانا في سن صغير، بديت عندي الاج ديال 13 عام، بديت كنقري النساء والاطفال ديال والدراري ديال التعليم العتيق. ختمت في 15 سنه. نعم، فلما بديت كنقرا شفت ديك المسؤوليه، كيفاش الناس كتعيط لي استاذه هاجر، ما بقيتش هاجر ديك الطفله. ف ما كايناش كاع شي استاذه 13 عام كتقري بداك الوقت، ما كانش كاع. فبديت كنقول هذه دونك راه مسؤوليه، ماشي شي حاجه اللي كيف ما انا خديتها في الاول. هذا راه تكليف من الله سبحانه وتعالى، ماشي كيف ما انا واخذ الامور غير بالضحك وغاده فيها، لا، وانما راه فوالا خصني نحاول حتى راسي والعلم اللي انا كناخذه خصني ناخذه عن حق. دونك خصني نشوف شيوخ علماء اللي في هذا المجال اللي نقرا عليهم، ندخل مسابقات، نشارك في مسابقات، نشوف
نشوف انا المستوى ديالي فين وصل باش ان شاء الله في واحد النهار نكون ناجحه في هذا المجال اللي انا اختاريته، والوالده ديالي تفتخر بيا عن حق ماشي غير هكاك. والحمد لله يعني انا اليوم امامكم اسست، قدرت ناسس من بعد جمعيه لرعايه القارئات والحافظات لكتاب الله. انا بالنسبه لي كالقران هو كل شيء، كاينش حاجه اخرى نقدر نتكى عليها من غير القران، حيت ديما كنقولها للناس اللي كيقراو عندي والناس اللي القارئات هذو اللي طالعين والناس اللي كيعرفوني، كنقول لهم حنا بلا قران ما نسواو حتى بصله. واصلا البصله دابا ما نسواوش حيت اصلا حتى البصله غلات دابا، يعني البصله غاليه علينا دابا، فلا كان شي حاجه قل من البصله ولا هضره ما نسواوهاش، لان كتكون خاوي. عرفتي شني؟ انك انت انسان خاوي، تقدر تكون مثقف، تقدر تكون قاري، تقدر تكون طبيب، مهندس، طيار، ما عرفت شنو، لكن كتبقى خاوي. ما جبتهاش من فراغ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخارب. عرفتي فحال ديك الدار اللي مهجوره تتقدريش تدخلي لها، كتخافي ونفسك تدير وكيفاش وانا، فهكاك دايره الروح ديالك من الداخل. فانا بالنسبه ليا ان القران يملا قلب ديالي، شتي نهضر على دابا، ما نهضرش على شحال هذه لكن نهضر على دابا، لما كتجيك اي مشكل في حياتك، لما كتحسي باي غم او اي هم او اي كرب من 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 المشاكل اللي كطرا لك في حياتك، انا بمجرد ما كنقرا شويه ديال القران شي ايات ولا كذا كنحس براسي بحال كنت كنضحك. شو زي ما غيلقاش واحد اخر مثلا اللي بعيد على القران، لما كتكون في حياتك القران كيتفتحوا لك ابواب اللي ممكن ما يتفتحوش واخا ما عرفتش فين توصل. الحمد لله دخلنا الفنادق اعلى سوغ كلاسي كاع بفضل القران. جلسنا مع ناس اللي ما يمكنش انسان حتى يتخيلهم في عقله بفضل القران. سافرنا سفريات بفضل القران. جبنا فيزا شينغن بفضل القران. الهدايا تهدات لنا بفضل القران. حب الناس اللي ما تتبع ما تتشرى بفضل القران. الناس كيعطوا يحطوا الفلوس غير باش يجيبوا رونديفو ديال السفره ما تيجيبوش، حنا تعطانا لان بالقران. لكن خصنا هاد بالقران وهاد فضل القران نفهموها، ماشي صافي فضل القران ونضيع يعجبني راسي وصافي وندير اللي بغيت. لا، حنا ماشي فحال سائر الناس، خص تكون واحد المسؤوليه وتعطي القيمه لداكشي اللي في قلبك وتعطي القيمه لداكشي اللي ربي حطك فيه، لان قيمتك حيث أقامك الله سبحانه وتعالى. فمادام أقامك وعطاك هذا الخير كله وحافظ عليه، حيت ممكن يطلعك تلسمه وعاود يزدحك الأرض في رمشة عين. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن هذا الخير وهذا 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 التقدير الناس وهذا الحب الناس وهذا الالتفات الناس وهذا الناس بعد مرات كتأمل فيك الخير، عافاك دعي معايا، شكون أنت باش تدعي مع الناس؟ لكن شفت فيك القرآن، تأملت فيك الخير من أجل القرآن، احترمتك من أجل القرآن، تدوز غير من الطريق يشوفك شي تقولك اسمح لي على داك القرآن يكون كاع مدابز. فخصك أنت تحترم القرآن اللي في قلبك. هذاك الشيء علاش قلت لك نهضر على الآن، لأن لربما مع الصغر ما يبانوش لي هاد الكرامات ديال القرآن، لكن بانوا لي الآن لما الإنسان كيكبر وكتبقى تشوف كيفاش حياتك دازت بالزربه وانت فين وصلتي وشنو حققتي والمكان اللي راك فيها وكيفاش الناس كتشوف فيك وكيفاش انت تشوف في راسك، وكتشوف بان هذا فضل القران. كاينين ناس قراو معاك ودوزوا معاك حاجه لا ربما باقي تفكروا باقي يمكن والدهم تيصرفوا عليهم. عمري قطعت على الدراسة، أنا كنت سيونس مات، الباك خديته من مصر، ومن بعد لما رجعت دخلت لكلية العلوم كنت كندير مات انفورماتيك، ومن بعد ما كنتش كنقدر نواظب في الحضور لأن كانت عندي مسؤولية ديال الوالد وكان خصني ضروري نقوم به ومرا مطلقة وديك الشيء راه كتعرفي المسؤولية كتكون على الأم لما كتكون هازة مسؤولية بوحدها، فكان ولا بد أنني نغير المسار بتوجيه من مجموعة الأساتذة اللي كانوا كيقريوني في كلية العلوم، قالوا لي من الأحسن تشوفي شي حاجة اللي تقدري لها، لأن حنا كانوا عندنا لي تي ولي تي بي ضروري خصك تحضري، إلا ما حضرتيش كتضيعي بزاف د الحوايج، رغم أنه بالنسبة لي هذاك واحد الحلم اللي كان تهرس، أنا كان أمنية ديالي نكون حافظة لكتاب الله وقارئة وفي نفس الوقت مهندسة ولا طيارة ولا، كنت باغا نعطي ذاك النموذج لكن ما تيسرش الحمد لله ولعله في خير. فلما مشيت لكلية الآداب درت الإجازة ديالي خديتها في الفقه والأصول، ثم خديت الماستر في العقيدة والتصوف، والآن راني باقا في الدكتوراه دعوا معايا. أفضل شيء كان حصل لي في حياتي نهار خديت جائزة محمد السادس الدولية،
وكنت خصني ندخل عند سيدنا باش يستقبلني وديك الفرحة وكيفاش استقبلني وباش قلت له شكرا أستاذ وزما كانت معمرات نسالية. قال لي تبارك الله عليك يا بنتي، قلت له شكرا أستاذ. قال لي شرفتينا وهذا فاش فين كتسكن بنتي، قلت له في الرباطة أستاذ. فهذيك أستاذ بقى لحد الآن تتعود لي، ف عاود سيدنا ولا هذا أستاذ داكشي اللي خرج لي. معنا في الضحك بزاف، الناس اللي قرب لي راه كيعرفوني. دونك هذه كانت اجمل حاجه في زعما دازت لي في حياتي. المساله الثانيه، لما رجعت من ماليزيا من بعد واحد المعاناه صراحه، من 2011 رجعت للمغرب، من 2011 ل 2013 كانت أسوأ سنتين في حياتي تقريبا، كانت صعيبه بزاف. فجاء الفرج وجاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى بالمسابقه د ماليزيا. رجع الامل، رجعت الثقه، رجعت مجموعه الامور اللي كما قلت لك سنتين ديال 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 المخيط كما كنقولوا ديال العناء، لكن الحمد لله. فجات من بعد الفوز جات الرساله والبرقيه التهنئه ديال جلاله الملك، الكلام ديالها اللي مكتوب فيها بحال نزل عليك بردا وسلاما على على قلبي، وبحال ضمت لي جميع الجروح اللي كانت صافي ما بقاتش. ثم المسألة اللي كانت تفرحني في حياتي هي وهذه هي باش نختم، هي أن كانت دائما الوالدة كتكون مفتخرة بيا. يعني كانت ما يمكنش يمشي نقرا شي بلاصة وما حدايش الوالدة، أنا كنقرا وتقول يا سلام تبارك الله الله أكبر. فذاك الافتخار ديال الوالدة ديالي بيا، ثم الآن افتخار ولدي بيا. يعني لما كيشوف شي حلقة ولا شي حاجة تيقول لي برافو ماما ولا تبارك الله عليك ولا عجبتني هذه القراية ولا كذا، هذا بالنسبة لي أحسن حاجة. آخر كلمة الله يرضى عليك والله ييسر أمرك والله يرضى عليا معاك والله يحفظك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.